الكولكشن هذا اقتصر على الأعمال الورقية، يعني ألوان مختلفة، أساليب مختلفة، لكن كيف رسموا على الورق وكيف تعاملوا على الورق الفنانين ثلاثة. وأيضا في نقطة مهمة، أنا خليت الأعمال يعني بها تسلسل زمني تكون استعادية، يعني من كانوا طلاب، لأنه اثنين منهم في باريس درسوا وواحد منهم درس في روما، فأني خليت أعمال منهم طلاب كانوا طلاب إلى حين رسخت أساليبهم وتجاربهم اللي يعرفها الجمهور. وهو أهم شيء استذكار روحهم وإرسال تحية لهم على مشارف العراق للأسف. وإن شاء الله في يوم نعمل مثل ما كنت أعمل المعارض أنا في بغداد سابقا في الجاليري، كنت دائما أعمل معارض استعادية وفيها تحية وفيها حس متحفي بالأعمال. إن شاء الله نعاود ونعمل هاي المعارض في بغداد. من المعارض المهمة أولا يضم ثلاث أسماء مهمة اللي هو شاكر حسن آل سعيد وفائق حسن وإسماعيل فتاح التركي. المجموعة المعروضة الآن حقيقة تعتبر من الأعمال المهمة لهؤلاء الفنانين، أولا لكونها مهمة من الناحية الفنية والجمالية، مستواها عالي جدا. نعم صحيح ورقيات، ولكن يعني أعمال مهمة في قيمتها الجمالية وقيمتها التاريخية. أيضا قسم من أعمال شاكر وأستاذ فائق تمتد إلى 40 أو 50 سنة ماضية، وكذلك أعمال أستاذ إسماعيل الفتاح. المعرض أعتقد قد بادرة مهمة جدا من الأخ العزيز محمد زناد أن يعرض هاي المجموعة الخاصة بي، وأن يخلي الجمهور في الأردن، الجمهور العراقي والأردني، أن يطلع على هذه النخبة الرائعة من هؤلاء الفنانين الرائعين. العاصمة الأردنية عمان، بس أنا عندنا قناة الرشيد الفضائية.